رسم الفنان الفرنسي هنري دو تولوز لوتريك لوحته هذه الرقص في ملهى الطاحونة الحمراء في عام 1890، وجسدت مثل الكثير من لوحاته الأجواء الاحتفالية من رقص ومرح في ذلك الملهى المشهور والمتواجد بباريس. معظم رواد الطاحونة الحمراء في تلك الفترة وجدوا لهم مكانا في لوحات الفنان تولوز لوتريك، الأغنياء والفنانون وحتى بنات الليل. بني ملهى الطاحونة الحمراء أو المولان روج باللغة الفرنسية سنة 1889 من قبل الإسبانيين جوزيف أولير وتشارلز زيدلير، وما زال الملهى إلى يومنا هذا يعد من أشهر الملاهي بفرنسا والعالم.